أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الموعد الجديد من برنامج حديث المدينة، حيث لازلنا نواصل الحديث عن الورقة التأطيرية التي قدمها المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي حول نموذج التنمية بالأقاليم الجنوبية. هذه الحلقة نقدمها لكم من مدينة الداخلة، والموضوع الأساس على يعني مجموعة من المواضيع الأخرى ذات الارتباط، خصوصا قطاعات الصحة، التعليم والتنمية البشرية. ولهذا الغرض يحضر معي هنا في البلاطو كل من الأستاذ حرمة الله سيد أحمد، منسق جهوي لوكالة التنمية الاجتماعية لجهة وادي الذهب الغويرة. أهلا ومرحبا بك. أهلا بك. معنا فيصل السحماني، مستشار جماعي عضو المجلس الإقليمي لأوسرد. أهلا ومرحبا بك. أهلا أستاذ إبراهيم. ومعنا أحمد بوغمران، المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بأوسرد. أهلا. معنا أخيرا بويه حميدة، الكاتب العام الجهوي بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب. أهلا بكم جميعا. الأستاذ سيد أحمد، يعني تحدثنا بما فيه الكفاية في عدد من حلقات هذا البرنامج عن الورقة التأطيرية، عن السياق الذي جاءت فيه، لماذا جاءت في هذا الوقت بالذات، ماذا تحمل من جديد للمنطقة وللساكنة. وفي هذه الحلقة ندخل صلب الموضوع. انتما كوكالة للتنمية الاجتماعية بهذه الجهة يعني تعنون بالجانب المتعلق بالتنمية البشرية، لكن هناك لبس. ما هي التنمية البشرية؟ هل التنمية البشرية هي جمعيات تقدم برامج تحظى بالدعم ثم تفلس بعد ذلك؟ ونعود إلى نقطة البداية. أولا أود أن أشكر إذاعة العيون في شخصك سجود على هذه الاستضافة، وفعلا تسليط الصوت والضوء على هذا الموضوع، يعني برنامج مقدم من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتنمية الأقاليم الجنوبية، وخصوصا وصلب الموضوع اليوم ورقة تأطيرية من جانبها الاجتماعي. جيتنا في سؤال ما هي التنمية البشرية. التنمية البشرية مفهوم شامل، محوره الأساسي هو الإنسان في حد ذاته بهذه الجهة. التنمية البشرية بالنسبة لموقعي أنا كوكالة التنمية الاجتماعية وكمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، عملها كبينة منذ تأسيس المنسقية في 2008 بالجهة على تأطير وتكوين العنصر البشري، يعني في إطار جمعيات أو تعاونيات للاستخدام من البرامج الحكومية فيما يخص المبادرة وبرامج ثانية. التنمية البشرية لا تنحصر على الجمعيات والتعاونيات، عمل الوكالة كينحصر على تكوين وتأطير الناس ساكنة الجهة كأفراد، كمجموعات، جمعيات ولا تعاونيات، كمجالس منتخبة. هناك برامج الحمد لله اللي عدلناها، وهذا غنسردو في مداخلتي الجاية إن شاء الله. يعني التنمية البشرية لا تنحصر على الجمعيات والتعاونيات بالجهة والذهب الكويرة، عمل الوكالة كينحصر أكثر على تكوين العنصر البشري والعنصر الصحراوي بالجهة. عدم فهم اختصاص المؤسسات. لكن على أين هذه الورقة التأطيرية؟ وكأنها بشكل من الأشكال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أشارت بأصابع الاتهام لكم كوكالة والمجموعة من المؤسسات الأخرى. لماذا؟ لأن عملكم ينصب أساسا على دعم البرامج في قطاعات الصحة، في التعليم، محاربة الهشاشة والفقر، ومع ذلك نسبة البطالة في الأقاليم الجنوبية مرتفعة جدا. غالي التعقيب بأن الوكالة التنمية الاجتماعية لم يشر لها في الورقة التأطيرية، بل وكالة الأقاليم الجنوبية اللي بشكل غير مباشر فعلا. يعني الناس هذه الورقة التأطيرية جات بتشخيص الواقع اللي كان مسكوت عليه السياسات 35 سنة كامل، يعني كامل بشكل مباشر أو غير مباشر نحن كبينا في هذا الخلل هذا. لكن كل واحد على المسؤولية تقع، كل واحد على حسب اختصاصه، حسب الموارد المالية وحسب الموارد البشرية اللي نعطات له، يعني الصلاحيات، الصلاحيات يعني الصلاحيات الإدارية، الصلاحيات القانونية في المجال، يعني هذا المجال هنا تي وجهة والذهب الكويرة. سؤالكم بالنسبة للبطالة، نعم البطالة شأن عام. نعم جهة والذهب الكويرة فيها جوانب اقتصادية مهمة،
البطالة عليها مرتفعة. جيت وذا بالقويرة والله جيت ما كنت كلمه في الورقة التأثيرية تكلم عن الأقاليم كاملة الأقاليم الجنوبية، وجيت وذا بالقويرة نفس الشيء يعني كما الرقم جاء في الورقة التأثيرية 15% أنا كنقول عنه أكثر قد يعود أكثر من 15% يعني حتى التشخيص اللي جاء اعتمد عليه المجلس، لكن لابد من تعميق التشخيص. هناك ملاحظات اللي جينا عليها من جانب الاجتماعي اللي خاص يعمق فيها التشخيص، وهذا الشيء اللي جات يعني اللجنه المختصه اسابيع الفايته وقعدت معنا في اطار اللجنات يعني القطاعيه وحضرنا لها وعمقنا معها التشخيص وعطيناها ميم وثائق اللي تبين وتزكي المعطيات اللي جات في الورقه التاطيريه واللي اعتمد عليها التشخيص الاول. نعم البطاله موجوده، هذا يعني واقع اللي لما علاه خلق البطالة 15% علاه هذا هو اللي خاص تجي الإجابة له في ذا البرنامج، وهذا خاص يجو الإجابة له في حلول المقترحات باش يعود فعلا برنامج تنموي للأقاليم الجنوبية وتنموي على مدة. احنا كنتكلموا هنا تيا ما كنتكلموا على الماضي، ما كنتكلموا على 35 سنة اللي كنتكلم انا عليه، وهذا البرنامج خاص يجي في إطار تكوين صورة واقعية حالية وتصور مستقبلي للأجيال الصاعدة. أنا والله ذاك والله أنت نقدر نقول عن هذا البرنامج ما هو مستهدفه، مستهدف الأجيال الصاعدة يعني دون 10 ans دون 15 ans اللي خاص نظركاتيها نعرفوا البطالة شو علاش خالقة. نقول لك يعني بديهيا البطالة من قلة مناصب الشغل، مناصب الشغل علاه ما هي خالقة؟ لأن ما خالق في مساطر واضحة، أولا قضية تكوين العنصر البشري وهذا نرجع له إن شاء الله في الكلمة، ما هي الطرق السبيلة باش نقسم البطالة خاصنا نكونوا ذو الأشخاص نكونوا هذه الأفراد، باش نكونوا هذه الأفراد خاصنا مؤسسات، خاصنا رؤية واضحة في هذا المجال. جميل. الأستاذ فيصل سيد أحمد أشار لأنه يجب اعتماد مقاربات بعيدة المدى، لكن هذه المقاربات البعيدة المدى عانت منها الأقاليم الجنوبية الأمرين. لماذا؟ مثلا توضع خطة على مدى 15 سنة و 20 سنة على أساس أن تستفيد الأجيال المقبلة، وما أن تمر سنتين أو ثلاث سنوات حتى يأتي مسؤول جديد، حكومة ربما جديدة تتغير النظرة، يتم التخلي عن تلك الدراسة وتبني دراسة أخرى، وفي هذه الحالة دائما تعاني الأجيال الموجودة في ذلك الوقت لأنه يفكرون في المستقبل كثيرا وينسون الحاضر. بداية مساء الخير الأخ إبراهيم جدود، مساء الخير للضيوف الكرام. صراحة سأبتدئ من حيث وفى الأستاذ سيد أحمد، وبداية لابد أننا نشير السياق اللي جات فيها الورقة التأطيرية لتنمية النموذج تنمية الأقاليم الجنوبية. اليوم أصبح أكثر من أي وقت مضى أننا نتكلم بصراحة ونتكلموا بواقعية ونتكلموا بنوع من المسؤولية اللي ليتسائلنا من هون لقدام الأجيال، لأننا كنا في واحد الوقت اللي ما تكلمنا فيه. اليوم خاصنا نعرفوا على أن الورقة التأطيرية من خلال يعني من خلال إصدارها من طرف مجلس يتمتع بقوة اقتراحية، مجلس كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي فيه تركيبة متنوعة، فيه تركيبة مجموعة من الخبراء، مجموعة من الأعضاء اللي جات اليوم وعبرت بصريح العبارة على أنه منذ 35 سنة منذ استرجاع الأقاليم كان هناك خلل وكان هناك مشكل في البرامج التنموية في الصحراء. هذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن صدق النية من أجل إيجاد حل المشكل التنمية في الصحراء. سؤالك لي أستاذ إبراهيم هو لماذا مثلا أنه في الوقت الحاضر يتم مثلا إقرار خطط تنموية ليست بعيدة المدى، إنما نقول مثلا على أنها قريبة المدى أو ضعيفة التخطيط، فهذا إنما يدل على استهتار من طرف ما نعرف هون، واش استهتار من طرف المسؤولين، واش استهتار من طرف مجالس منتخبة، واش عدم وعي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. اليوم كاين مشكل في التنمية في الصحراء، هذه حقيقة. اليوم منين كنجيو للساكنة، منين كنجيو لأي مواطن بسيط نسولوه نقول له مثلا واش اليوم أنت
داخل مثلا داخل المدينه ديالك ولا داخل الجماعه ديالك، واش انت فعلا راضي على المستوى؟ غادي يقول لك بطبيعه الحال انا غير راضي. دونك المشكله فين؟ المشكله فينا احنا، ومشكله خاصنا نتحملوها كاملين، تكون عندنا الجراه اننا نتحملوها كمجالس منتخبه، كادارات عموميه، كسلطه محليه. هذه اصبحت قناعه. اللي له نضيف انا هون هو اننا اليوم من خلال قراءتنا لهذه الورقه التأطيرية والشق الاجتماعي، واللي كنقول على اساس ان الشق الاجتماعي هو صلب الورقه التأطيرية، لان مادام كنتكلموا على الشق الاجتماعي فإلا احنا كنتكلموا على الشق الاقتصادي والشق السياسي والشق الثقافي. مادام ان هذا المواطن اليوم منين كنشوفوا منين غادي نديروا غير واحد الدراسه نقديه، وغادي نشوفوا ان فعلا اليوم الحمد لله خصنا نعترفوا احنا ما انا من دعاة التيئيس ولا انا من دعاة ان ما دار والو، والله كنشوفوا غير الشق الفارغ في الكاس. اليوم المؤشرات الاجتماعيه، للمؤشرات الصحيه، للتعليميه، لجميع المؤشرات، فعلا اليوم الحمد لله في الدشره كالداخل والله في مركز نائي كمركز بيرغندوز كاينين دي زيكول، كاينين، ولكن لن اكثر من انها مكتسبات. طبيعة الحال هذه حقوق الاستاذ ابراهيم، هذه حقوق، لكن انا جايك الكلام هو اننا أن المواطن العادي لم يلمس التغيير أستاذ إبراهيم. أحمد، من الأشياء التي تتداول كثيرا في الأقاليم الجنوبية الثقة في النخب المحلية وفي الكفاءات والأطر. مثلا قال لك على ما يعود أبناء الأقاليم الجنوبية هم من يتحملون المسؤولية، لكن المشكل المطروح بقوة هو هذا الأطر اللي ينتموا للمنطقة اللي يتحملوا المسؤولية، هل فعلا عندهم صلاحيات وعندهم قدرة على اتخاذ القرارات الجريئة دون العودة إلى المركز؟ شكرا للأستاذ جدود، وشكرا لقناة العيون على هذه الاستضافة. وبهذه المناسبة نبغي نوجه تهاني بمناسبة ذكرى عيد المولد النبوي الشريف لجميع أقطاب الأمة الإسلامية. بداية نبغي نرجع للتدخل سيدي أحمد المنسق الجهوي حول التنمية بصفة عامة. صراحة إذا بغينا نتكلم على التنمية الاجتماعية بصفة عامة لابد أن نقبضوها انطلاقا من تطور تاريخي منذ بزوغ فترة الاستقلال في المغرب. كانت مجهودات في التنمية الاجتماعية، لكنها مجهودات كانت مرتبطة أساسا بمخططات، اللي هذه المخططات على ما أظن حسب معرفتي على أنها مخططات لم تكن تتميز بالدقة والنجاعة، وبالتالي أعطتنا مجموعة من التراكمات في التدبير، وأعطتنا مجموعة من التراكمات في التدبير الغير المعقلم، وبالتالي ما لحقنا الغايات والأهداف المسطرة في هذه التنمية الاجتماعية بصفة عامة. وهذه الورقة التأطيرية أعتبرها صراحة هي واحدة الوقفة تأملية من أجل رسم خارطة للطريق للتنمية بالأقاليم الجنوبية، اللي نأكدوا على أن هناك مجهودات بذلت على أرض الواقع، إلا أن السؤال الرئيسي اللي نطرح هو على أن هذه المجهودات هل فعلا مست المواطن في معيشته، مست المواطن في حياته اليومية. رجوعا لمسألة النخب، لا بد من الاعتراف على أن هناك مجموعة من النخب التي حصلت على تكوين علمي متميز في الأقاليم الجنوبية. إضافة إلى هذا التكوين العلمي راكمت مجموعة من 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 التجارب، راكمت مجموعة من التجارب الإدارية في قطاعات مختلفة، وبالتالي فإن العنصر البشري على مستوى النخبة أنا نقول على أن حان الأوان من أجل إتاحة الفرصة أو رد الاعتبار لمجموعة من النخب، هذه النخب التي تعمل في صمت أو التي تعمل في الظل، إعادة النظر في الهيكلة بصفة عامة للنخب، وإعطائها مجموعة من الصلاحيات من أجل أنها تبلور وتساهم في هذا المخطط التنموي. صراحة عندنا طاقات، عندنا كفاءات، لا بد نعزوها ولا بد نديروا لها إعادة الاعتبار باش كانها تساهم بصفة فعلية وبصفة إيجابية في هذا المخطط التنموي اللي نتمناه على أنه يمس الساكنة بصفة مباشرة في مجموعة من القضايا الحياتية جميعاً. حميدة، يعني الأستاذ فيصل تحدث عن الجرأة، تحدث عن الصراحة، تحدث عن تحمل المسؤولية. من كانت هاي الجرأة فيما سبق؟ إحنا كنا نحانو ورقة تأطيرية أنها
تكلم بشجاعة كان نحن مولي نحذو حذوها ونتكلموا بنفس الشجاعة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله، والأخ جدود نرحبوا بالإذاعة الجهوية الإذاعة العيون، ونشكره على هذه الاستضافة، كمان باركوا هذا العيد المولد النبوي لجميع الشعب المغربي وخصوص ساكنة جهة واد الذهب القويلة. أولا نقف عند الكلمة اللي قال الأخ اللي عنها، كما قلتي كيفاش واش هذه الورقة التأطيرية جات باش عاد نبانوا حنايا بهذه الطلقة ديالنا، وهذه هذه الورقة احنا كنا كنلعبوا عليها منذ سنين، ولكن الورقة دائما احنا دائما كنلعبوا على السويكلاص، هو كيقول لك عندك من كذا بوت وتعود ماشي في السحاب انت تمسح بالسويكلاص كتشوف، لما كتمسح بالسويكلاص يعني توقف. احنا وقفنا منذ سنوات، وقفنا علاش؟ هي اللي نتكلموا على جينا نشوفوا القاعدة الاجتماعية، ما كاينش هذا الشق اللي نتكلموا عليه، هذه النخبة السياسية اللي غنتكلموا عنها نقدروا نقولوا ربما الأخشار عن كاين هنا نخب اللي هي كتكلم بصمت وكتخدم بصمت وتكونت على مقاس اللي هو، ولكن احنا ربما كساكنة ما قد تراجعت علينا نخبة بخير بأي جهة كان، ما نقدروا نستنكروا الخير عن ربما الجهة تلمعت من بعض الجهات وهذا الشيء، ولكن اللي جينا نشوفه بالنسبة للجهات وهذا الذهب القوير أغنى من أن تأتيها تأطيرات من جهة أخرى، لأن اللي جينا نشوف الورقة التأطيرية كان فيها خرق، كنا كنتمنى من هذه الورقة التأطيرية تعطينا فعلا هذيك الشجاعة، ولكن حينما أتت الورقة التأطيرية وأتت المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي لقينا الاستدعاءات مبرمجة على حسب المقاس، الحضور اللي حضر ما عرف واش حضرت ساكنة الجهة واش حضرت الناس اللي هي معنية بالأمر، هذا كامل كيبث على ما نعطيك على سبيل المثال. أنا كنقول لك بالنسبة كنشوف الرؤية للنخبة السياسية على صعيد جهة واد الذهب القويرة، نخبة كنخبة مستعملة كتستعمل وكتقيد أدواتها غوش من أجل مصالح ومآرب خاصة. لكن أستاذ يعني كلامك مردود عليه فيما يخص الاستدعاء للاجتماعات، هي فقط اجتماعات أولية، ثانيا وكما قيل على لسان يعني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يمكن أن نستمع للجميع، لكن هناك مجموعة من الوسائل التواصل بينها موقع على الشبكة العنكبوتية بإمكان أي شخص أي واحد من الساكنة لديه ملاحظة معينة على قطاع ما يحمل حلول معينة وفق وجهة نظره أن يراسلها عبر هذا الموقع. فعلا احنا كنا تكلمنا على مواقع اجتماعية وعلى صحف ولا إذاعات، هذا دائما كان نسمعوا هذا التكرار وكان نسمعوا احنا إلى أتحرف نتكلم إلى أتحرف خطاب سامي لجلالة الملك عن هذا المقترح أو هذا الجهة كان نهضوا بها بكذا وكذا، وكان رجعوا كان أجبروا العكس في الجهة، لا يقول لك عن إنسان هنا في جهة وذهب القويرة مستنزفة من جميع الجهات، طبقة اجتماعية هشة، التعليم هش، لماذا؟ لان اولا الرجل المناسب في المكان المناسب ما هو كاين، احنا من نهار اللي عقلنا من اليوم 79 اليوم كنعقلوا عنا ما عمر جانا انسان او ما قد جانا شخص ممثل الاداره كانسان اجتماعي دائما المخاطب ولو الردود معه كان يجبره دائما الانسان الامني الانسان الاداري الامني لا انسان اجتماعي. علاش من حد هذا نقول لك هنا نرجعوا للمثل البطاله و, و, و والقطاع المدرسة مثلا بالنسبة للتعليم نرجع لها من منين؟ نرجع لها قلنا ذلك تشوف هذه البطالة مؤسسة لأن الداخلة ما خاصة تكون فيها بطالة أصلا، لأن الداخلة أصلا ثرواتها وبعمالها أو بساكنتها سيان الساكنة الأصلية أو الساكنة اللي هي ساكنة محلية اللي أتت من شمال المملكة أو أتت من جميع المدن كان نجبرهم عندها استفادة في هذا الإقليم، لأن كنشوفوا مثلا هنا هي كان أعطوا مثلا هاي الوحدات الصناعية كاملة كتجبر شركة على قد نهارها بالنسبة للعمل أو اليد العاملة اللي عندها لا تنتمي إلى الإقليم، شركة كتدخل مثلا الملاير هنا في جهة واد الذهب القويرة والاستمرار بالنسبة لليد العاملة اللي فيها ما كتمثل حتى 1%، وزيد على ذلك الإدارات. احنا نعطيك مثلا هنا هي قبل هذه اللجنة اللي هي قلت لي جات 27 وظيفة، هاي 27 وظيفة اللي أتت على أبناء الإقليم، لماذا؟ توجهات ديال أبناء الإقليم دائما كنشوفوا توجه التعليم العدل الصحة، لماذا المراكز الأخرى؟ انا نعطيك مثلا هنا هي اكبر شركه اللي هي لارام هذه المطار اللي احنا عندنا من كم سنه شكون كيشتغل في هذا الارام في هذا الارام هذه، ومع ذلك دائما عندك واحد الحاجز وهي منين كتكون تطلب الطالب بحق علامه تسول يعني بطريقه اخرى كم عندنا من شخص فعلا مكون في هذا المجال؟ هو اللي هنا نرجعوا له، اولا بالنسبه للتكوين احنا كنقولوا مثلا هذه التنميه الاقاليم الجنوبيه اللي كتقول التكوينات والتكوين احنا ما عندنا اي توجه، لأنك إذا قلت التوجه وهو شخص ودائما خاصنا نرجعوا للإقليم نعرفوا الساكن الإقليم شنو هي، احنا هنا هي عندنا حزازات، أولا إذا جبنا مجلس اقتصادي اجتماعي بيئي خاصنا نعرفوا الحزازات اللي عندنا، لأن أنا تتكلم معك بطلاقة أكثر من هكا لأنك تتكلم عني منحيد، لماذا؟ لا تتكلم لك بأسم أبناء الجنوب أو أبناء المنطقة لا ينوضوا الدار البيضاء ويقول لك لا هذا عنصري، علاش عنصري؟
لكل غير على الجهه ديالو. انا اللي خاصني نبلغ الجهه ديالي وخلاص، لانك انت انسان مستثمر هنا كتستثمر عندي انا، وكتمشي بالارزاق وكتمشي بالثروات، وتخليني انا قاعد هنا على الدص ما عندي باش نشتغل. ثانيا نقولها لك، بالنسبه للمسؤولين هنا على جميع القطاعات، كل واحد منهم على حده يتحمل المسؤوليه ديالو، لانك انت هنا جات الاداره كتجبر اداره عشوائيه. جميع الادارات بدون استثناء، انا هذا كموظف تسدت علي الاداره في اثناء اوقات العمل 4 مرات أو 5 فاثناء اوقات العمل ظلما وعدوانا. الخدام في البيرو ديالي قاعد سمو، الناس كانوا خدامين لتحت موالفين كيخرجوا يسدوا الباب، خرجوا يسدوا الباب وخلوني في الاداره جالس. علاش هذه؟ لان ما كان اي متابعه. التعليم سي نورمال يكون هش، جمعيه الاباء لا جود لها. في اللي كيقول لك كاينه جمعيه اباء يجي لعندي يتحداها نعطي جمعيه الاباء. الاستاذ اللي نتكلموا عن التعليم بشكل مفصل. ننتقل لك سيد احمد، يعني هذا المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي هو قوه اقتراحيه، وضع برنامج نتائجه ستظهر بعد مرور 15 سنه. الورقه التأطيرية كيف ما قال الاستاذ احمد هي وقفه تامل. كيفاش نقنعوا الناس بجدوى هذا المشروع؟ كيفاش نقنعوا معطل على العمل لمده 10 سنوات؟ كيفاش نقنعوا عائله ما عندها مدخول؟ كيفاش نقنعوا شيخ يعني عون في الانعاش الوطني مصداقية مشروع تنموي بالأقاليم الجنوبية؟ بالنسبة للورقة التأطيرية اللي جات، وحسب اللقاءات على صعيد الجهة المنظمة من طرف اللجنة المختصة اللي جات يعني الأسابيع الماضية كما قلت سابقا، وأنه المشروع فعلا في الورقة التأطيرية قال النموذج ليعطي التصور ولا النتائج من 10 سنوات ل 15 سنة كحد أقصى 15 سنة. لكن إذا تعمقنا في الورقة التأطيرية هناك لابد عقب نهاية العام حلول سريعة، ما يمكننا نخلي ورقة ينتظر 10 سنوات 15 سنة نتيجة عمل. اللي قالها كويك انيشيتيف سولوشنز، مطروحة ثماتية يعني المسائل اللي خاصة تعدل آنية باش تكسب ثقة. محور البرنامج ومحور النموذج هو كيفاش استرجاع أو تعزيز الثقة بالنسبة للساكنة المحلية في هذه الأقاليم ما يتعلق بالدولة. قلت لي كيفاش عاطل على العمل أو شيخ أو ذاك. يعني البرنامج النموذج للتنمية البشرية يعني تنمية الأقاليم الجنوبية ليجي من استراتيجيات الدولة. هناك حكومة محلية حاليا تستعد لياسر من في 2013 صندوق المقاصات، يعني خلق ياسر من المسائل اللي غتنعكس. هذا البرنامج ما هو منفصل على برامج الحكوميه، يقدر يكون موجه لجهه الاقاليم الجنوبيه لكن المصدر هو سياسات الدوله. مسائل ثانيه اللي سيد احمد، يعني المواطن احيانا ينفر حتى من العبارات التي تستعمل، مقاربه تشاركيه، خارطه الطريق، وقفه التامل. الانسان باغي ارقام، شحال من وظيفه غتجيب لي، كم المشروع اللي تعدل لي، كم اللوزين اللي تبني، يعني هذا الشيء هو اللي مطلوب في هذه المرحله بالذات. اكزاكتومون، هذا كتير احنا ماشيين في النموذج. احنا اول شيء عندنا شنو؟ عندنا اقتراح من طرف جلاله الملك، اعطاه الهيئه استشاريه ذات خبرة، عندها مستشارين اللي خبراء يعني دوليين، أعطاو ورقة تأطيرية نوت دو كادراج، يعني ورقة تأطيرية كيفاش هما حسب رأيهم في التشخيصات اللي عدلوا راه فاش خاص الاختلالات، فاش خاص تمشي المحاور. جاو هنا تياها يعني على صعيد الجهات الثلاث، داروا لقاءات جهوية يعني بالنسبه للداخله تقريبا شي 20 لقاء ولا ذا كامل اوليه او اوليه، مازال شهر 3 مازال شهر 6 وحتى الى يعني في شهر 10 الى مرق النموذج. النموذج تعديلي يقد من هنا تي 2014 تحيينه هذا يعني راصد في الورقه التأطيريه. انا اللي بغيت نقول هو انه واللي خاص حد يركز عليه من موقع يعني كتنميه منسق وكتنميه اجتماعيه هو التنميه البشريه، هو انه يعني تكوين ذاك العنصر البشري، لا شيوخ تأطيرهم في إطار جمعيات ولا تأطيرهم كيفاش الاستفادة من، بس كل الإشكال اللي هنا تياه الدولة عاطية ياسر منها في إطار مبادرة التنمية البشرية. على صعيد اشتغالي إطار مبادرة التنمية البشرية سابق في 2005 من انطلقت إلى 2008 سابق فتح الوكالة الاجتماعية كانوا 10 ديال البروجي كيجوا في المبادرة في العام مع إحداث الوكالة
منسقيه وكتم الاجتماعيه باطر محليه، وهذا موضوع ثاني، لانه كما قال الاخ هناك ادارات يعني شمل ياس من الادارات. انا كنعقب بان وكالتهم الاجتماعيه فيها من اطرها من منسقها الى اخر واحد فيها اطر محليه اوتوكتون دو لا ريجيون، واللي ثبتوا يعني جداره كيفاش خاصهم يشتغلوا يوميا يعني، وساروا الحمد لله. هذا ما هو الاعتراف يعني نوع اعتراف ضمني بانه ياسم المسائل تنقال يعني يستحق الثناء والشكر عادي. لان اخ جدود هو انه كي نقال مؤخرا هاي 35 عام واحد المسألة تنقال على صعيد القهوات، تنقال على صعيد ما نعرف اللقاءات، بأن الأطر الصحراوية يعني ما تقد وقلتها أنت في كلامك وسولت الإخوان عليها وفايت برامج ثانية نفس الشيء. هذه العبارة تحمل مسؤولية من طرف الأطر محلية وذا كامل. هناك إدارات وعلى صعيد الوكالة إدارة مكلفة بعمل اجتماعي وفيها أطر محلية ذات تكوين. إحنا اللي خاصنا هنا تياها واللي خاصنا نأكدوا عليه هو أنه العنصر البشري في الأقاليم الجنوبية أعطيه التكوين المناسب، أعطيه الدعم بالنسبة للتكوين، وأعطيه الفرصة يدور يثبتها لك. نبقوا دائما مع العنصر البشري ونسوى الفيصل. فيصل يعني بغيتك تشرح لي باعتبارك منتخب، أحيانا رؤساء بعض المجالس يشتكون من قلة الدعم، يشتكون من عدم قدرتهم على اتخاذ القرار بجرأة، يشتكون من تدخل بعض الجهات، ومع ذلك وعندما تأتي المحطات الانتخابية يعودون ويترشحون مرة أخرى. أين هي الجرأة السياسية؟ إلى عاد ما عندك إمكانيات وما تقدر تنفذ برنامجك قدم استقالتك. إمتى كنسمعوا بتقديم استقالة بالنسبة للمنتخب؟ أستاذ إبراهيم، هذه المسألة اللي شرت لها صحيحة. فيما يتعلق أن رؤساء الجماعات والله الجماعات الترابية كاملة سواء قروية والله حضرية، هون كاين واحد الهاجس خاصنا نعترفوا به. إحنا كمجالس منتخبة جل الجماعات هي جماعات فقيرة، يعني عندها غير هذيك ديال لاتيفية كتخلص بها الموظفين ديالها، حتى البي جي أصلا ضعيف، يعني حتى لا لونصاها رئيس الجماعة فهي حقيقة. فيما تعلق نفترض أستاذ جدلا بأن هذه المعطيات حقيقية، علاه في الانتخابات مرشحين يبذلون الغالي والنفيس من أجل العودة لنفس المقاعد التي يشتكون من قلة مواردها؟ علاه؟ هذا السؤال الأستاذ إبراهيم هو سؤال مركب. هون طبيعة النظام الانتخابي في الصحراء هو نظام لا يعرف الميول الحزبي أكثر ما يعرف الميول القبلي، ويعرف أمور هذه الأمور يعرفها الداني ولا غير. فيما يخص النقطة اللي شرت لها الأستاذ إبراهيم فيما يتعلق العنصر البشري اليوم، فيما يخص اللي ربطناه بالورقة التأطيرية ولا علاقة العنصر البشري بالورقة التأطيرية، وحاولنا أننا نعطوا تحليل، غادي نلقاو واحد المسألة واللي تشارت لها بصريح العبارة، وكانت العبارة دقيقة. اللي جات قال لك على أساس على أن حصيلة كانت مليئة بالمفارقات، يعني من 1975 المفارقات هو اللي تولد لنا هذا الإحساس عند الجل وعند جل الساكنة، إحساس بالحيف، إحساس أنها منين كيسمع واحد قاعد في داره كيسمع واحد له شيفر ديال راهي 6 مليون ديال الدرهم، والله كيسمع مثلا الرقم ديال 4.6 دعم ماشي مباشر للساكنة، وكيجي هو كيجبر على أن هذا الدعم ما مسو في أي وجه من الوجوه. هون كتبقى علامة استفهام. هون خاصنا نعرفه، خاصنا نكون واضحين فيما يتعلق بالانتظارية. فعلا الانتظارية كانت من 75 ليومنا هذا، لكن الورقة التأطيرية النموذج التنمية خاص الإنسان يصبر. علاش؟ لأنهم في هذا التشخيص اللي داروا أول مرة نشوف مؤسسة دستورية بحجم كحجم المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشير بصريح العبارة على أنه كان هناك كين خطأ. فين هما هذا كيلودوا لضرك كيلودوا فين كين الخطأ، والله فين كين مكامن ضعف في النماذج التنموية. نزيدك أنا، جل البرامج الحكومية اللي كانت مرصودة للصحراء كانت كتسم بنوع من العشوائية ونوع من غريب، من حتى من التنزيل ديالها. كنشوفوا اليوم مجال من نجو قطاع كالصحة ولا نجو قطاع كالتعليم ولا نجو قطاع كالتنمية البشرية كنلقاو مفارقات كبيرة. علاش اليوم بالضبط عندنا مثلا في الأقاليم الجنوبية ومسألة خصنا نعترفوا بها، علاش عندنا واحد مثلا نسيج جمعوي؟ ما هو النسيج الجمعوي مثلا اللي في جهة سوسمار صدرعة، ولا ما هو اللي النسيج الجمعوي في جهة ثانية؟ هون الهاجس الأمني كان يعني في واحد الوقت ضرورة ملحة، ولكن
فين هو الخطأ؟ أن هذا الهاجس الأمني أنه يبقى معنا ديما. دونك خاصنا نستوب ودراك هون ونشوف التنمية ونمشوا للتنمية اللي غادي تمس المواطن. بارك علينا من بنو الطرقان، بارك علينا من نديروا المستشفيات. خاص هذا الإنسان، هذا المواطن، أنه اليوم يجبر تشغيل الشباب اليوم. وأنا اللي واحد منه، منين كنجو مثلا اليوم ونشوفوا الأقاليم الجنوبية ديما كنلقاو نسبة البطالة، ومنين كنشوفوا الأرقام كنلقاو 17%. كان جو البطالة شنو السبب؟ يقول لك مثلا كان ضعف التوجيه وسوء التوجيه. لا، البطالة، البطالة اليوم راهي في الشباب اللي ما عنده الدبلوم أكثر من هو اللي الشباب اللي ديبلومي. هذه خصنا نعترفوا بها، وخص حلول آنية وحلول ملحة. لأن منين كتجي العائلة كتقري ولدها وأنه كيمشي يجيب الدبلوم ديالو ويجي وما كيلقى خدمة، هذه راهي مشكلة. كنسمعوا اليوم مثلا ان لا التوظيف مباشر، وكنسمعوا مثلا في تصريحات الحكومه في تصريحات هذا التوظيف مباشر، ما تلاقين التوظيف مباشر. هما مباشره في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الورقه التاطيريه شار المثل على ان المشغل الاساسي في الصحراء هي الدوله. منين كتقول لي انت فعلا غادي نخطي ان كونكور والله هذا وهذا، هما ما عرفوا على ان التوظيف المباشر كان بصيغه والله بصيغه اخرى، كان كيجي وكيرفد ولد فلان واللي ما عنده ولا ابار لي كونكور. لي كونكور كنعرفوا حنا كيفاش كيتخطاو فيهم. هذا جانب، هذا جانب مثلا البطاله. منين نجيو مثلا الجانب اخر اجتماعي، جانب اخر اجتماعي، نجيو مثلا الخيرات ديال المناطق مثلا. نشوفوا هون الداخله مثلا كنلقاو النقطه اللي شارها الاخ هي معقوله، ديال على كيفيه كيف يعقل مكتب ديال كالمكتب الوطني للصيد ولا المكاتب هذا لي زيتابليسمون تكنيك كاملين كيوظفوا ناس هي جايه من الدار البيضاء. حنا الحمد لله، احنا الحمد لله ما عمرنا كنا دعاة عنصريه والله. هذو اي اقليم كاين الساكنه الاصليه وكاين الساكنه الوافده، ولكن الساكنه الاصليه خاصها تلقى شوي من الثروه. موضوع المباريات هذا تعتقد بانه من الحيف ان يسري علينا احنا في الاقاليم الجنوبيه ما يسري على باقي جهات المملكه؟ فين هي الخصوصيه؟ ونمشي معك اكثر من هذا، حتى في الجانب ديال التعليم احيانا هناك مجموعه من المراكز والمعاهد العليا التي تشيد بالاقاليم الجنوبيه واقسام تحضيريه، يعني من مال المجالس المنتخبه ويقراوا فيها وحدين يجوا من مناطق ثانيه وما تستفد منهم منطقه من اي شيء. صحيح، احنا غادي نديروا غير واحد النظره. منين غادي نشوفوا الشريط الساحلي اللي مبينه قدير والقويره هو نفس المساحه اللي من قدير لطنجه، ومنين كنجيو نشوفوا من قدير لطنجه كاين اكثر من 12 نواه جامعيه، 12 من جامعه، ومنين كنجيو للصحراء ما كاين ولا نواه جامعيه. هذا في حد ذاته تشخيص، وهذا في حد ذاته مشكل. ونطرح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كيف يمكن نتكلموا احنا على اقلاع اقتصادي، وكيف يمكن ان نتكلموا على ان بغينا فعلا واحد التغيير حقيقي، بغينا هاد الناس هذه مثلا اللي كانت في الفيسبوك كتقول على انها ما لحقهاش برامج التنميه. وصحيح الساكنه هون راه ما كتكذب، الساكنه كتكلم. ديما نرجعوا لنفس النقطه، المقاربه الامنيه، المقاربه الامنيه. احمد، يعني الورقه التاطيريه تحدثت عن اموال طائره طائلة يعني صرفتها الدولة لتنمية هذه الأقاليم الجنوبية، لكن من النقاط التي تضيع هذا المجهود الجبار هو تداخل الاختصاصات. مثلا التعاون الوطني أحيانا يتداخل في الاختصاصات وفي دوره مع وكالة التنمية الاجتماعية. الوكالات ما علاقتها بقسم العمل الاجتماعي داخل الولاية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعني عدد من القطاعات كلها خدام فواد وحده ما عنده علاقة بالثاني، وتضيع المجهود وتضيع الأموال الطائلة وبلا فائدة. وصراحة مما ينبغي التأكيد عليه والتأكيد على مبدأ الالتقائية في البرامج لجميع القطاعات، لأن الالتقائية هي من بين المرتكزات الأساسية للتنمية. وبالنسبة لهذه الأموال الطائلة التي صرفت، على أظن أن السبب الرئيسي هو غياب واحد الحكامة جيدة، وغياب الحكامة الجيدة، يعني أن أي مشروع تنموي تغيب عنه حكامة جيدة محكوم عليه بالفشل. على مستوى يعني القطاع تقول غياب الحكامة، شو يقول المواطن العادي؟ بالنسبة للتنمية بصفة عامة أستاذ جدود، ما يمكن نتكلم عليها بمعزل عن المحيط الخارجي وعن الأزمة الاقتصادية العالمية وعن ارتفاع سعر البرميل اللي كيزيد من عبء الدولة ويزيد ويعطينا واحد الاختلال موازناتي، وبالتالي الدعم المقدم للفئات الاجتماعية يصبح يثقل كاهل الدولة. بالرغم من أن هناك مجهودات على مستوى القطاعات الاجتماعية تخصص 50% من ميزانية الدولة للقطاعات الاجتماعية، إلا أن العجز لا زال مقلقا.
ولا زالت عوامل الخطورة الاجتماعية مطروحة في المجتمع ولا زالت المعضلات الاجتماعية ولله الحمد. من بعد 2005 من بعد الخطاب الملكي 18 ماي 2005 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت واحد ديناميكية جديدة وأعطت واحد المنعطف جديد وأعطت ثقافة جديدة وفلسفة جديدة أعطت حسنت من المؤشرات الاجتماعية غير بالنسبة للمؤشرات كان ظن على أنه لابد من 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 تسطير واحد لوحة قيادة للمؤشرات. كيف تعرف الأستاذ جدود المؤشرات هي تتحرك، المؤشرات غير ثابتة متغيرة، وبالتالي فإن تحسين هذه المؤشرات لابد من واحد لوحة ديال القيادة لهذه المؤشرات، لأنه في علم اجتماع يقول لك على أن المعيار يمكن يعود مؤشر إلا أن المؤشر ما يمكن يعود معيار، وبالتالي في هذه المؤشرات هذه نبغوا نركزوا على محور أساسي وهو الحكامة الجيدة اللي تعطينا ياسر من النتائج الإيجابية. على مستوى الأقاليم الجنوبية في إطار هذه الورقة التأطيرية هناك مجهودات بذلت على أرض الواقع لا يمكن أن ننكرها، إلا أن تأثيرها المباشر على العنصر البشري في إطار المبادرة الإنسانية اللي نسميها أنا شخصية المبادرة الإنسانية وليس البشرية ما كان مبني على مبادئ أساسية. أظن على أن نجاح مشروع تنموي خاص ينطلق من ثلاثة نقاط أساسية. المبدأ الأول هو مبدأ الاستحقاق، لأن هناك مجموعة من البرامج التنموية الاجتماعية اللي المستفيدين منها منين نجوا نراجعوا المعايير والشروط المتوفرة فهذاك الإنسان اللي خاصه يستفيد منها نجبره على أن إنسان ما متوفرة فيه هذيك المعايير وبالتالي يستفيد من هذا. المبدأ الثاني وهو الاستهداف الجغرافي. الاستهداف الجغرافي هناك مناطق نالت حصتها من التنمية وهناك مناطق مازالت في أمس الحاجة للتنمية، وعلى الخصوص وبهذه المناسبة هذه كان أذكر ظروف انتقال عمالة أو سرد إلى مركز قروي بئر قندوز. في هذا الإطار هذا العمالة أو سرد انتقلت للنفوذ الترابي ديالها، ومن خلال تشخيص الوضعية الراهنة للمركز بئر قندوز هناك مجهودات، إلا أننا نريد المزيد، نريد التفات لهذا الإقليم اللي هو في النواة هو في المهد وتتمهم في الداخل. لا بغينا نقيسوا بئر قندوز إن شاء الله، إحنا قاعد بدينا العمل الفعلي في بئر قندوز. حميدة يعني ألم يحين الوقت يعني ما دامت هناك رغبة حقيقية في إقلاع اقتصادي اجتماعي وبيئي يعني تغيير القاموس السياسي المستعمل لدينا؟ لماذا يفرض دائما عندما نذكر الصحراء نتبعها بالمغربية رغم أن هذه القضية غير مطلوبة عندما نذكر الشاون أو نذكر الحوز أو نذكر سوس؟ لماذا عندما نقول الصحراء الغربية تفهم بشكل غير حقيقي مع أنها يعني تسمية عندها علاقة بالجغرافيا وكذلك المصطلح شائع على المستوى الدولي؟ لماذا نربط الوطنية دائما بالعبارات والمصطلحات مع أنها أكبر بذلك بكثير؟ هذه الورقة اللي ذكرتها أستاذ، الكلمة اللي ذكرت ركتي، وهي ورقة لجميع من هب ودب من مسؤولين على هذا الإقليم. هذا التقاعس وهذا الشيء اللي كنا نحن حاصلين فيه اليوم من أجل تنمية اقتصادية اجتماعية بيئية حقيقية يرجع لهذه النقطة. هذه أولا نحن منين كتعين مثلا مندوب سامي على إدارة جهوية أو إقليمية جايبوا مثلا من طنجة ويجيب معه الطاقم دياله كامل، اولا تتمشي الاداره ككل في ذيك الحقبه الزمنيه اللي هو مر فيها دائما لا ما كيبنيش في ارض الواقع هنا تي على هذا الاقليم. علاش؟ لانه هو دائما مرتبط بانه غادي يرحل شرق شمال المملكه من هنا تي يملك تجي تشوف الطاقات. هذا الاقصاء والتهميش جايز. علاش؟ لانك تجي اي اداره دركاتيه كتجبر فيها اوروشيل وكتجبر فيها ليشيل 11 وليشيل 10 الناس مجازين، الطبقه المجازه هي راعيها هنا كادحه ما تشتغل عندها شيء وتجبر واحد ثاني غادي يفوت معك ثلاثه عمان هنا تي من اجل توفير واحد الثروه. علاش؟ لانك دائما كتجبر لا جيت الواقع المعاش. هذا نقول لك هذا دائما كيحصل قدام الكاميرات ماشي الناس ديال البلاطو، انا جاي باش نظهر قدام البلاطو في التلفزه وندير 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 وندير. هذه هي السياسه المتبعه هنا تي اي اداره تمشي لدركاتيه والا دير ثقل الاعمال ديالها. كيف جاوبني استاذ على السؤال؟ نجاوبك على أستاذك على سؤالك يا أستاذي. علاه؟
لنجاوبك على سؤالك من هذه الناحية هذه اللي احنا دائما كنطلحوا لواحد المنتوج اللي هو محلي ولكن الإنسان الملائم في المكان الملائم باش ينهض به ما كنجيبوه. علاه؟ علاه ما كنجيبو هذا الإنسان هذا؟ لأن يتم دائما الاختيار منين كنقولوا إنه المنطقة كنجبر واحد العنصر هنا كيتكلم منين كيتكلم دائما تجيب لك الورقة ديال هذاك إنسان انفصالي. هذه الانفصالية أنت اللي تفهمنا نحن، إحنا عايشين على أرض الواقع هوناتية، خاصة هذه الانفصالية تتهمنا، ولأن أي مسؤول قلت لك جاء لعندك والله أي إداري جاء لعندك هوناتية ما كيجيك الإداري الاجتماعي أو الإداري اللي ساكن معاك، كيجيك الشخص اللي هو هامه الاستنزاف ثروة، استنزاف العقول، التهميش المباشر للأشخاص بحد ذاتهم، إحنا كنشوفوا ناس أطر إدارية راهي موجودة هوناتية وما كتعمل شيء، ولو أنه راه مرسوم في هذه الإدارة هو موظف في هذه الإدارة وتابع له وعنده القسم ديالو ولكن لا وجود له. مقصودة حتما في مقصودة فيه ماشي أنا ما مقصودة فيه مقصودة فيه من وين؟ من المسؤول. المسؤول دائما خاصه يحط به دائما واحد الحاشية اللي هي ماشية معه في نفس النسق حتى إلى جديد اللي باساسيون مع واحدة أخرى جاي اليوم تتصدع بعد الأوراق اللي هي ناقصة ما كيعطيك الباساسيون اللي دوز هو هاد السنوات هذه من أجل هذا إلا فكرة لأنه كيجيب لك واحد البلاطو كيدير واحد التلميع قامت الإدارة الفلانية أو المؤسسة الفلانية بالنشاط كذا وكذا وقوة التصاور والمحفل ولكن شي حاجة على أرض الواقع ما يخالق لا توجد ما عمرنا وجدنا من اليوم اللي عقلنا على هذه الإدارة هذه تسلطوا بها هناتي وإلا نشوف هذاك دائما الحاجز الأمني دائما الإدارة جاية ماشي جاية بطريقة الاجتماعية اللي هي شنو أولا نقول لك أنا نعطوا هذا الفاعل الاجتماعي هذا الفاعل الاجتماعي من هو أعطيني شي فاعل اجتماعي اللي هو فاعل اجتماعي ولا هو فاعل شخصي فاعل شخصه نقول اليوم هي هنا على جهة وذهب القوى كتكون تقريبا أزيد من 700 جمعية 700 جمعية 700 جمعية هذه دولة عادت هنا هي 700 جمعية لا كانت تستافد منها غير 100 راه غاتكون بالعجب احنا هنا كنشوفوا التقييد دائما دائما لما هو اجتماعي او اقتصادي مقيبين منه مفهوم سيد احمد التنميه الاجتماعيه مرهونه دائما بالمجال والذي يجب ان يتوفر على معايير معينه مدننا في الاقاليم الجنوبيه هل فعلا تتوفر فيها المرافق والبنيات التي تؤهل لنشاه مجتمع حقيقي مثقف واعي يعرف ما هي الحقوق وما هي الواجبات فين هما بمعنى اصح فين هما المسارح فين هما مدارس العليا فين هما الجامعات فين هما المساحات الخضراء فين هما مراكز ثقافية لعدد من الدول سواء فرنسا أو إسبانيا على غير ما هو في عدد من المدن داخل المملكة نعم فعلا الأخ جد أنا سابق ما نجاوبك على هذه المسألة سولت الأخ أحمد على يعني فهم تحديد الاختصاصات يعني وكالة الاجتماعية المبادرة التعاون الوطني تدخل الاختصاصات المهم الغاية من ذا الشيء هو أنه إنسان يجي لواحد من ذو ثلاث الإدارات يلقى المعلومة ويلقى يعني الاستفادة من البرامج هذا هو الشباك الواحد اللي كتسأل الدولة دائما تعود إدارة واحدة هي المكلفة بقطاع ما وتتحمل المسؤولية لأنه تشتيت الجهود أحيانا حتى كيضيع علينا شكون هو السبب في الخلل وهذا هو اللي راه حتى الورقه التاطيريه من جهه تحدد منين كاين الخلل ما لقات لانه الكل معني والكل مسؤول ولا احد معني ولا احد مسؤول نور لكن بالنسبه لطريقه العمل هنا تياها في هذا بالنسبه لهذا انا كنتكلم من موقع يعني ها ثلاثه ديال الادارات هو انه تقول عنهم ثلاث ادارات لكن في اشتغالهم هما فريق واحد يعني احنا مثلا ما يتعلق بالتكوين بالتاطير يعني مسائل الإخوان الثانيين متكونين كيتكلفوا هما كذلك بالتتبع ديال المشاريع وهذا كامل فعلا يعني تعطيل التنمية البشرية يعني إدارة واحدة هذا غتبسط به المسائل لكن الهدف الأسمى من هذه التنمية البشرية هو أنه تعم الفائدة على الجميع ما تقدم لي كاين اللي عند وكالة التنمية الاجتماعية من قدرات في التأطير والتكوين ومواكبة المشاريع ما هو عند قسم العمل الاجتماعي كذلك الإشكالية اللي هي أكيدة هو الموارد البشرية الموارد البشرية بالنسبة للتعاون الوطني والله القسم العمل الاجتماعي ماشي هي اللي عند وكالة التنمية الاجتماعي مع أن نفتقرهم اللي احنا حتى الموارد البشرية يعني الأطر النتائج حسب الورقة ما كاين لا النتائج لا لا بالنسبة كما قلت في الكلام في الأول هو أنه ذا التشخيص وجات عليه الورقة هناك تشخيص خاص يعمق أكثر
لأن التشخيص ما هو اللي يعني نهائي، هناك ياسر من التشخيصات وعدلت بجهة وادي ذهب القويرة مع يعني الاعتماد ركتي على كلام سي أحمد هو انتقال عمل توسرد سابق ذا الوقت من 2008 إلى 2010، واكبنا مع المجالس المنتخبة ومع المبادرة خرجنا بتشخيصات تشاركية، ما هو عنه لا تشخيص تشاركي الكلمة كما قلت كلمة قال تشاركيته، يعني خالد ركتية مخطط للتنمية الجماعي لأوسرد وبرقندوز اللي تبعت ركتية العمالة في مشيها اللي عدلته وكلت بشباب الأطر محلية مع المجالس، يعني بلا ما احتاجنا مكتب دراسات جاي من الرباط ولا جاي من كازا وتخسر يعني بأطر محليه. مفهوم نرجع للمدن، واش المدن هي البيوت والمقاهي والادارات العموميه؟ نفس التدخل اللي قلت لك في الاول، يعني اللي خاص يركز عليه هذا البرنامج وهذا النموذج هو العنصر البشري. فعلا هناك بنيه تحتيه، يعني هناك بنيه تحتيه ياسره فيما يتعلق بالتعليم، بالتعليم هناك بنية تحتية في الرياضة، هناك بنية تحتية قليلة في مجال الثقافة يعني المسرح هو الإشكال الأكبر. هذه ينظم فيها مهرجان دولي للسينما ويتفتقر لقاعة سينمائية. هذا إشكالية، لكن أنا اللي كنقول عليه تكوين البشري ينطلق من تعليم صحيح، تكوين بشري أطر اللي عندنا في الصحراء وجات هنا تياها معطلة، لابد من إحداث نوائر. قالها الأخ قبيلة تياها في كلام السي السحماني، معاهد مختصة في القطاعات الحيوية ديال الدشرة، في السياحة الفلاحة والصيد البحري، وأهم شيء لأن هناك إشكالية اجتماعية ثانية تنبثق من مجتمع يعني صحراوي والمسائل، هو أنه لماذا لا يخلقوا نواة جامعية؟ الإشكال في الداخل تعود مختصة نواة جامعية فيما هو التجارة وسياحة، العيون تعود عندها نواة اجتماعية وتتعلق بالآداب والقانون والله. لكن إحنا إشكاليتهم تحديد نوعية النواة الجامعية وأيهم شكل. راهي التجربة نجحت الحمد لله شوي في السمارة، دركتي خلق نواة جامعية يعني نحن كما ذكرت في بداية كلامي، هو أنه إحنا ذا النموذج ندوره للأجيال الصاعدة، وكان في شكوك قلت في واحد سؤالك إحنا دائما كنديروا برامج وترجع نو الإشكال ذركت إياها وجات فيه الورقة التأطيرية وأكدت عليه، ذاك اللي كان يعدل حسب اعتقادي أنا بعد الورقة التأطيرية منهجية اللي كان يصيغ بها البرامج ما كانت التقائية بين البرامج الحكومية، قضية تنفيذها وتتبعها ما كان واجد. وذكرنا ذكرت أنا المهم عندنا في اقتراح بالنسبة للجنة هو أنه باش هذا البرنامج ينجح لابد، وهذا دخل في الحكامة والاستقلالية، وذاك خلق لجنة جهوية ذات استقلالية، هذه ذات استقلالية خاصة تحدد باش نمرقوا من ذيك المقاربة الأمنية كما قالوا الإخوان، باش نمرقوا بزرع الثقة تعود مسؤولين اللي عارفين الشأن المحلي. وذاك انا اللي كنقول لك بالنسبه للبنايات والمسائل، بنايات فيها ما يكفي، يمكن لابد لنا من اعاده صياغه عمل هذه البنايات، هذه واحد التركيز على انشاء بعض البنايات في مجال الثقافه والمسائل. اللي كنقول واللي كنأكد عليه هو انه الاهتمام بالعنصر البشري من شاب كما جات في الورقه التأطيريه، هناك بطاله في الشباب والنساء، الشباب يعني كنتكلم على الشباب يعني ذكورا واناثا، البنيه التحتيه موجوده جميع القطاعات، هناك نقص في بعض القطاعات لابد التركيز عليها. مفهوم، ولكن استاذ يعني الورقه التأطيريه كانت شجاعه، على هي الشجاعه ما تعود عندنا حتى احنا في الطلبات اللي كنطلبوا من الدوله، علاش كنقولوا نواه جامعيه؟ ما تعود عندنا جامعه قائمه حقيقيه، دائما نواة جامعية، شنو السبب؟ خلينا نقولوا نواة ما نقولوا جامعة، ولا نقولوا مركب كاع جامعي؟ نقدروا نقولوا بأن الجامعة، احنا كنتكلموا في الورقة التأطيرية والبرنامج وهذا على حلول سريعة، نديروا نواة بعد هي الأولى في عام ولا عامين ثانيين، وعاود نتوسعوا حسب احتياجاتنا. هذه مسألة. مسألة ثانية بغيت نأكد عليها مولي كذلك، هي أنه بالنسبة للبنية التحتية يعني نعدلوا مشروع دريك، لكن خاصة طريقة تسييره وتدبيره. نحن في اشتغالنا في الوكالة كنت نتكلموا دائما على اشتغال 2013-2016، البرامج اللي عندنا دركاتية استباقية، نحن في مسائل تدبيرنا يعني تدبير ان بو اوروبيان القضية يعني مطروحة في عدد من المدن، نجبروا عدد كبير من الساحات العمومية، عدد كبير من المرافق مقفولة على الله أعلم. فيصل، يعني الأستاذ أحمد
تكلم على الانتقال ديال عمل أو سرد من داخل لهي المكان. شو ممكن نقولوا على الجماعات وأنت مستشار جماعي؟ كيفاش يمكن تقنعني أنت أنك مستشار جماعي لجماعة غير متواجدة في أي المكان؟ يعني بعيدة أحيانا ب 300 كيلومتر ب 400 كيلومتر. لكن الأخ إبراهيم صحح رانا انتقلنا احنا. حتى أنتم انتقلتم مزيان المعلومة. غير الأخ الجدود، بداية يجب التنويه صراحة. انتقلت الجماعة ولا انتقل الساكنة؟ انتقل الجماعة في أفق إن شاء الله أن الساكنة تنتقل وأصلا الساكنة تتواجد في المركز. وغير الأخ إبراهيم يجب التنويه. أنا هو الانتقالية نقصد. طبيعة حاله هو المرجو. أحيانا خلق جماعات فيها قيادة وفيها بعض الساكنة، ولكن احنا نتكلموا على جماعات حقيقية. يعني هذا هو المقصود. هذا هو المقصود فعلا. فيما يخص إبراهيم باغي تجرني شوي، ولكن أنا ضروري باغي ننوه بهذه الجرأة صراحة، بهذه الجرأة في التعاطي الإعلامي مع هذا الملف اللي هو ملف كان واحد الوقت ملف حساس، وكان العديد ما كيبغي يتكلم معه. حتى هون كان حتى احنا في تقييمنا لكم كاين واحد جرأة في التعاطي الإعلامي. هو غير فيما يخص، ولي نرجع للجواب على السؤال، نجاح أي مشروع هو كفيل بتوافر مجموعة من الشروط. منين نسمع احنا اليوم أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه قدم ورقة تأطيرية نموذج التنمية في الأقاليم الجهوية، منين نشوفوا جوج مسائل، منين كتوفر فيه غير نعرفوا أن هذا المشروع واش غادي ينجح ولا ما ينجح. هون سبحان الله في الأقاليم الجنوبية مثل هي كانت سلبية، ولكن في حد ذاتها تحولت عاد إيجابية. وعاد عندنا واحد النوع ديال الحمد لله ديال الساكنة وديال النخبة عندها واحد ملكة التحليل وملكة التحليل السياسي، أن أي مشروع كان كانت كتجيبه الدولة، برنامج حكومي ولا سياسات قطاعية، كان كيشوفه كيقول هذاك ناجح ولا مو ناجح. هذا اللي يسبق، كان ديما هذا التشخيص هذا. وسبحان الله كان ديما كلام الساكنة وكلام وناس كان فعلا كلامهم كان واضح، وكان كيقول لك هذا ما غادي ينجح لأنه هما كانوا اليوم أي نموذج تنموي لا بغى ينجح، وأنا صفتها في مقترحات للجنة هذه المختصة ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يجب إشراك ساكنة في تفكير من أجل إيجاد حلول. فعلا كاينه هيئات منتخبة، أنا كنمثل اليوم مثلا أنا عضو في مجلس الجماعي ديال برغندوز، عضو في مجلس إقليمي وكنمثل ساكنة، ولكن هذا لا يعني على أنني كنمثل جل الساكنة والله غادي نقول ذاك الشيء اللي غتقول الساكنة. اليوم كمقترح يجب أن اللجنة تمشي للساكنة مباشرة، وفي قضية اللي شاروا لها اللجنة للساكنة امتري تمشي الساكنة للجماعة. هذا فيما يخص الجماعة باختصار فيما يخص الجماعة براي. سبحان الله ما عرفنا واش هذا من حسن حظ عمل تقليم أو سرد أنه تصادف انتقالها، ومنين كان نقوله عمل تقليم أو سرد يعني بجماعتها تصادف انتقالها مع مجيء اللجنة. اليوم عندنا إقليم فتي اللي كاين في مركز بيرغندوز، وعندنا جماعة انتقلت وكاين مقرها فم، وإن شاء الله غتكون نواة مدينة، لأن الموقع ديالها موقع استراتيجي. واليوم الحمد لله المطلوب مسألة واحدة، واخا طولت الأخ إبراهيم، مطلوب مسألة واحدة وخصوصا من هذا المنبر، منبر قناة العيون، هو تكاثف الجهود من أجل إنجاح مجال حضاري في ذيك البلاصة بالضبط لما يحمله من مفهوم. الأستاذ أحمد، هل نعيش فعلا في جهة واد الذهب الكويرة سلم اجتماعي حقيقي؟ وصراحة هناك لله الحمد استقرار اجتماعي، هناك سلم اجتماعي، لكن هناك معضلات اجتماعية بين الفينة والأخرى. يمكن أن تكون هناك احتجاجات اجتماعية على وضع اجتماعي معين. رجوعا للكلام الأستاذ سيد أحمد حول العمل الاجتماعي، غرب بخلاصة هو على أن العمل الاجتماعي على الصعيد المركزي في العاصمة الرباط الجهود مشتتة، مؤسسات متنوعة، كما بالك جهويا الجهود مشتتة، هناك قطب اجتماعي، هناك مؤسسات اجتماعية تعمل لفائدة الجالية، هناك مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعمل في إطار آخر، هناك وكالة تنمية، وكانت ضافرة الجهود وكانت مؤسسة واحدة تسير هذا القطاع الاجتماعي بصفة عامة على مستوى المملكة المغربية، كانت النتائج لتكون إيجابية. على مستوى السلم الاجتماعي هناك سلم اجتماعي، هناك
هناك استقرار اجتماعي، لكن هناك عجز اجتماعي ينبغي أن نبذلوا مجهودات كبيرة في التنمية باش يعود هذا السلم الاجتماعي يعم على الساكنة كاملة، ولا بد من اعتماد مقاربات تنموية حقوقية فيها تشاركية، فيها تكون مقاربات ترابية، مقاربات إدماجية من أجل باش نلحقوا النتائج وباش نحققوا الحقيقة. البطالة هي منبع كل الرذائل على ما أظن، عن رجاش إلى عاد يخدم أو واحد في شيء يجي لدار ويرقد ما هو صايب لا الوقفة ولا الفتنة مع أي حد، وهذا هو مربط الفرس وحجر الزاوية. انتقل لك باختصار لأن وقت البرنامج انتهى. حميدة، بما أنك يعني نقابي تمثل قطاع التعليم، مدينة الداخلة أصبحت من النقاط السوداء على المستوى الوطني فيما يخص الغش واستعمال أساليب الغير مشروعة في الامتحانات، لا سيما امتحان البكالوريا. ولكن دائما القطاع الوصي عندما يريد أن يعالج هذه الآفة يحمل التلميذ مسؤولية لا يتحملها بأي شكل من الأشكال، لأن هذا التلميذ من حق البكالوريا قرروه أساتذة وكانت عنده ظروف معينة في الابتدائي وفي الإعدادي، وقطعا لو كان فعلا تعلم بالطريقة اللي يتعلم بها ما هو اللي يحتاج أنه ينقل أو يغش. وبدل ما نديروا إعادة نظر في الهيكلة ككل، نلوموا التلميذ ونحاسبوه والزجر وعقوبة 5 سنوات وسنتين وما تلي خطي، يعني شو ممكن تقول عن هذا الموضوع؟ والله أولا نرجع على واحد نقطة أعطيتها للأستاذ، نختار نقول لك فيها بالنسبة اللي تقول لي بالنسبة للمدينة كأنها كأتعيش على أمن اجتماعي أو لا، الأمينة قابلة، المدينة قابلة لأي وقت أنها تنفجر. الأمن الاجتماعي لا يوجد. يقول لك علاش، أنا إنسان ولد الميدان واشتغل في قطاع اللي هو قطاع حساس وهو قطاع التعليم، واللي كيفد عليا من الشكاوي وكيفد عليا من الإكراهات والأخذ والعطاء في الآراء شيء يرثى له. اللي هو شنو هو؟ أولا كاين مازال ذاك الحيف ديال كأن الممارسة كأنك أنت كتعامل كأستاذ مع ابن المنطقة خارج عن النطاق اللي كتعامل به مع الابن الثاني. ثانيا كاينه في التصحيحات اللي كتقول بالنسبه للاستاذ، انا كنشكر من هناتيه ومن هذا المنبر هذا اللي اذاعه العيون كنشكر الاستاذ قبل الاداره، لان لولا وجود الاستاذ في داخل القسم مع القش ومع هذا كامل، لولا كاينه نواه هون من الاساتذه يعني اللي صاهرين العمل ديالهم، لولا كان التعليم يعني بالتسير ديالو الاداري نقدر نقول لك عنه لا شيء لا وجود له. علاش ما نحملوش دائما هذه المسؤوليه؟ شو من على السؤال الله يجزك بخير، ما نحملو المسؤوليه دائما رجال التعليم، لان هنا المعني بالامر هنا هي التعليم كتخضع فيه جميع المصالح. اولا تنتقصوا التجربه جمعيه الاباء اللي هي داعم اساسي للتعليم من اجل هذا الانحراف، من اجل هذا الانحلال الخلقي، من اجل هذا القش. احنا كنعرفوا عن الداخله هنا مبنيه على مواسم، موسم البكالوريا، موسم البحر، وموسم التصيف. السلام عليكم. ما بالنسبة للتعليم، تعليم التعليم التعليم اللعبة بالنسبة له القش عاد كموسم هنا البكالوريا معروفة بالقش. علاش؟ ولكن ما نقدر نقولوا على رجل التعليم غير قائم بالواجب ديالو. رجل التعليم والأستاذ اليوم راهو قائم بواجب اللي هو وطني. أنا كنقول لك النواة اللي تشتغل داخل القسم، ولكن الإدارة دائما بالفعل هناك من الأساتذة الإدارة دائما من يستحقون كل تنويه والتشجيع لما بذلوه، لأنهم هو في الحقيقة جنود في هاي المنطقة. مسألة ثانية فيما يخص الشق التعليمي يعني مرتبطة أكثر بما هو مركزي، لأن هناك مذكرات لا تراعي خصوصية المنطقة خصوصا فيما يخص الهدر المدرسي وإعادة التمدرس وكذلك ظروف الامتحانات وما إلى ذلك. وقت البرنامج انتهى، شكرا جزيلا. لا أعرف هل لدي مزيد من الوقت من أجل كلمة أخيرة؟ 30 ثانية كل واحد فيكم، الله يجزكم بخير باختصار. أولا أشكركم على هذا البرنامج. اللي ما طرقنا له أكثر هو الحلول، دعم ما هو موجود من برامج على صعيد وكتم الاجتماعي. هناك برنامج التعليم الأولي اللي شارت الورقة التأطيرية، برنامج يعني تأهيل الجمعيات، برامج في الصيد البحري، برامج في الفلاحة، هناك موجود دعمها، كذلك خلق فرص والمشاريع آنية اللي مهتمة بالشباب تنميته اقتصاديا واجتماعيا. فيصل، ككلمة أخيرة يمكن نقول هون على أن نجاح نموذج التنمية الجهوية في الأقاليم الجنوبية هو رهين بتكريس رهين أساسا تكريس ثقافة حقوق الإنسان. نتفهم الهاجز الأمني، الهاجز الأمني، لكن من نوع من المرونة. وآخر 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 مسألة هي عدم تكييف، عدم تكييف يعني البرامج أو تكييف البرامج يعني المركزية ما هو محل. أحمد، شكرا.
عندنا مجموعة من الفئات الاجتماعية اللي هي في أمس الحاجة للدعم والمساندة. عندنا فئات الجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة، عندنا ضحايا الألغام، عندنا الرحل، عندنا فئة العائدين، هما في أمس الحاجة لواحد الدعم اجتماعي. ونقول على أن هذا المشروع التنموي إذا كانت معاه ممارسة ديمقراطية سليمة اللي تعطينا التنمية واللي تعطينا قيم المواطنة. حميدة، يعني نتفهموا هاي الغيرة ديالك، ولكن نبغوك تعطينا كلمة ختامية وانت ضاحك وبشور كان يستوعبها المشاهد الكريم. كلمة الختامية اللي نبغينا نطلب منك، وهي نقول نطلبوا من المزيد من التأطير، المزيد من الانفتاح، المزيد من يعني المزيد من 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 من, من قرب الإدارة من المواطن بالحقيقة، فهمتني؟ والكلمة التالية هي نشكر الإذاعة العيون على هذا في شخص سي جدود على هذا اللقاء الشيق، ولو أن ما طرقنا بزاف ديال الحلول كما قال السي سيد أحمد، ولكن الحلول جاية في هذا الغرض إن شاء الله. عفوا، هذا واجب طبيعة الحال، لا يمكن أن نتناول مختلف جوانب هذا الموضوع لأنه لا يحتاج لحلقة واحدة وإنما عدد كبير من الحلقات. شكرا جزيلا نحن مطلع سيد أحمد منسق جهوي وكالة التنمية الاجتماعية للجهات وادي الذهب الكويرة. الشكر موصول أيضا لفيصل السحماني مستشار جماعي عضو المجلس الإقليمي لأوسرد، أحمد بوغمران المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بأوسرد، بحميدة الكاتب العام الجهوي بالجامعة الوطنية للموظفية التعليم بالمغرب. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. موعدنا يتجدد بكم في حلقة أخرى دائما مع نفس الموضوع، لكن هذه المرة مع ضيوف جدد بطبيعة الحال. إلى الملتقى بحول الله.